وين بدنا نروح اليوم؟ اليوم مشوارنا على لافيستا، هذا الجاست هاوس الموجود بقلب الباترون. الجاست هاوس بتطل على البحر وهو موجود بالأحياء القديمة تبع الباترون، قريب على كل شيء. إذا بتكون تنزلوا على البحر أو حتى بتكون تروحوا على قلب السوق دقايق بس مشي فيكن تكونوا عم تبرموا هيدا المنطقة كلها. الحلو بهيدا الجاست هاوس إنه هو دايركت اللي بيطل على البحر وما في شيء معقول يسكر الفيو الحلو تبعه. القعدة برا كتير حلوة بالنهار وكمان بالليل. ما صورت لكم عشية كيف، بس هدقونه كتير حلوة. الجاست هاوس فيه أوضة قعدة وفيه هيدا الطاولة تبع الأكل اللي بتساع تقريبا 6 أشخاص، وكمان في براد وفي تي في، مع أنه بشك أنه تكونوا عم تستعملوه رح تكونوا عم تبرموا بالمنطقة كله. بس فيه أوضة نوم واحدة بس، فيكن تكونوا عم تناموا أكتر من شخصين بقلبه، لأنه في كمان يعطوكم فرشات زيادة لحتى تقدروا تناموا هنيك. وهذا المطبخ الصغير الكيتشينات بيزيكلي، كمان فيه كل الإكويبمنتس اللي أنتم معقول تعزمون. صدقوني رح تنبسطوا كتير بس تروحوا على هذا الجاست هاوس. في تواليت واحدة وكمان في بقلبها شاور. وبما انه هذا الجاست هاوس موجود بقلب الاحياء بالباترون، بدنا نحترم شوي الجيران. يعني من بعد الساعة 12 بالليل ما فينا نخلي الموسيقى كتير عالية، وكمان وقتها بدنا ننام ما فينا نترك الضوء ضوي لانه في كتير ناس حوالينا وبنايات. كمان اذا عندكم اي ايفنت صغيرة حابين تعملوها مثل باتشلر، مثل بيرثدي او بروبوزل حتى، في عندهم شيل كل فيكن تكونوا عم تعملوا فيها تانينج. وكمان بدي اقلكن انه الاونرز هن كتير فرندلي، شو ما بدكن بقدر يكونوا عم بيساعدوكن. ومعقول نجي على الباترون وما ندوق الليمونادا؟ اكيد لا، حبيت نشرب الليمونادا مقبل هيدا المنظر الحلو. وقلكن انه بس يكون بدكن تقضوا ليلة او اكتر بالباترون بنصحكن ترجعوا على هيدا المحل.